ماذا جاء في شاشة كورة؟ لكن هسه احنا لو فزنا بالتزوير يعني يشتكون علينا؟ لا ما حد مشتكى لي. انا اتحدث انا، لكن هذا لا يجوز يعني. اسمح لي، هذا عدم احترام للمشاهد وعدم احترام للبرنامج. لا لا انا احترمكم. احنا نتحدث وانت امام المشاهدين يا اخي. اي باخ، والله الحرص على العراق مو بهالطريقه. هذه مزايدات يعني، انا اعتبرها جزء من المزايدات يا اخي يا عضو اتحاد كرة القدم. مبتسم استاذ حسن اليوم تعيد هذا ارشيفك ها. اشواط قديمه اليوم هذه. ماذا يفسر حسن عياد بعد مرور هذه السنوات هذا الموقف؟ والله شوف، خليني اقول لك استاذ علي، يمكن وهو يعني هذا امر يعني ليس من باب الادعاء والتفاخر، لكني كنت من أوائل الصحفيين والإعلاميين اللي تصدوا إلى موضوع التزوير، وبسبب ذلك تعرضنا إلى الكثير من المشاكل والمطبات. أتذكر أنني يعني في بدايات الصحفية أو بعدني يعني لم أدخل باب الإعلام المرئي، كان الزميل طه أبو الرغيف يقدم برنامج على قناة العراقية الرياضية، وكان الموضوع مشاركة منتخب الشباب واللي يقود المدرب الكابتن عبد الله عبد الحميد. نعم. كان هذا في 2006 أعتقد الموضوع، فكتبت موضوع في جريدة رياضة وشباب بأنه 9 من أبرز اللاعبين الأعمدة الأساسية لمنتخب الشباب سيغيبون عن تصفيات بطولة الشباب آسيا بسبب التزوير. طبعا هنا الأمور أخذت غير منحى، أول صحفي قلت لك يكتب عن موضوع التزوير، لأن باعتبار كانت هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وهذا الموضوع موضوع التزوير قد البعض مسلم له، كان قد البعض يربطه في موضوع وطني، وأن اللي يتعرض أو يتحدث عن موضوع التزوير هذا لا يمت للوطنية بصلة، لأنه أنت قد تتحدث عن أمر أمام وسائل الإعلام وقد كشف بعض الوسائل الإعلام العربية. فتطير كثيراً الكابتن عبد الله عبد الحميد في وقتها، كان ضيف في برنامج الأخ طه أبو الرغيف، وصارت لي مداخلة هاتفية عن طلب من عندي مداخلة هاتفية الزميل طه أبو الرغيف، وشاركت في البرنامج، فكانت تلك الشرارة الأولى لموضوع مواجهة التزوير ومجابهته بجرأة وشجاعة. ومن ثم أخذت الأمور حتى وصل الحال في هذه الحلقة اللي استضفنا فيها السيد علي جبار، وكان ينفي تماما وجود تزوير. موضوع تزوير اللاعبين، وأيضا دخل في موضوع الوطنية، ويعني هنا صابت الاتهامات سهام النقد لضيف الآخر السيد عياد بن عياد. قبل أن أسألك عن ضيفك، لو لك سلطة القرار ماذا تفعل المدرب أو اللاعب أو من يساهم بالتزوير؟ شوف، موضوع التزوير موضوع مواجهته ومجابهته ومكافحته يتطلب يعني جهات عديدة، خصوصا الدولة.